معكم السيد أخذ إبراهيم رئيس فرقة في الحي تاع القطب الحضاري. اليوم رانا نخدموا الصباح وننقوا القطب يعني بأشياء كما يقولوا الاستطاعة تاعنا وأشياء بسيطة. بالنسبة للكثافة السكانية تقريبا 20,000 ساكن أو 25,000 ساكن، أننا ما لحقناش باش نزيدوا ندخلوا ونقطعوا الأحيال منا، لأنه الماتريال بصفة عامة يعني منهار تماما. بالنسبة لنا نخدموا صباح في التراكتور، سبعة من الناس معانا، بعضهم مازالوا يسانكور مساكين مازالوا يعانوا، يخلصوا في 1450 مساكين ماهمش لاحقين ويطالبوا انهم تثبيت وتمديد يعني لفتره العمل تاعهم، انهم راهم خايفين. الشارع واحد فلسطين نخدموه، عاودوا نرجعوا للجهه الاخرى يعاودوا نلقوهم دفقه. راهم يخدموا بلا لي قوات، نحترمهم ثاني ودي راهم يعانوا، حل بارد وكذا منه وتجي تضربوا قزازه تدخل في يده يبرس لوكا الامور تاع الحديد القزاز هذول ما يديروهمش في السواشيل يجنبوا. وعندنا مطالب اللي عندنا يعني اللبسه هاي ما كانش، الصبعيات ما كانش، الماتريال تاع الخدمه يعني ما كانش، نخدموا يعني امكانيات يعني بسيطه. نطلب انه التدعيم واستقرار المؤسسه بصفه خاصه وصفه عامه. عندنا المنحه نتاع الوباء اللي كنا فيها، اليوم رانا ما شفنا والو، رانا نستنى وما عندنا حتى شيء. صرف الرواتب عندنا الشهر هذا والشهر الجاي قال لك اهو ما كانش. نطلب انه السلطات المعنيه تتدخل تدخل حقيقي في هذه المؤسسه. مؤسسه النظافه هي راه مؤسسه للشعب بصفه عامه وبصفه خاصه.